بأي شكل. طيب معلش، معانا واحد من نجوم المباراة طبعا ونجوم الأهلي، اي حد اهلا النجم بيه، الكبير، اي حد اهلا بيه، النجم العفريت. اهلا يا عفريت. ازيك يا عفريت؟ كابتن حبيبي اقول حسين عامل ايه يا ابو؟ عامل ايه يا حبيبي؟ يا نجم مبروك، يا كابتن الله يبارك فيك يا حبيبي، ربنا وايه يخليك ضربة يا رب. الجزاء الجامدة دي؟ انت بتشوط ضربات الحمد جزاء من لله ورايا يا حسين ولا ايه يا حسين؟ انا بشوط والله، بس انا بقالي زمان ما شفتش. ما انا مستغرب، انت على طول كنت بتشوط ضربات جزاء، الحمد لله ليه الحمد لله كده؟ كل ليه شيء. يعني؟ ليه مخبي نفسك في ضربات الجزاء يعني؟ لا مش مخبي عادي يعني، انت كده كده الراجل بيبقى مختار واحد فخلاص يعني، بيبقى خلاص هو عنده حد معين بالنسبة لك انت خلاص، فما ينفعش يعني حد تاني يعملها وكده. المباراة كانت صعبة النهاردة يا حسين. الحمد لله طبعا، الاول طبعا تحياتي ليك وتحياتي للنجوم اللي معاك في الاستوديو، والحمد لله يا حبيبي طبعا مباراة صعبة طبعا يعني. مبروك يا حسين، مبروك الله يبارك الفوز فيك يا حبيبي، كابتن علاء ميهوب طبعا نجم مصر، حبيبي وكابتن حسين، ضياء، كابتن الله ايمن يبارك على فيك يا حسين. كابتن، حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك ورب الله يخليك. حسين يعني عايزك تقول لي يعني كولر اتكلم معاكو بعد طبعا هزيمة السوبر الافريقي وانتوا داخلين المباراة دي، اتكلم معاكو قال طبعا لكم ايه؟ طبعا طبعا يعني مستر كولر اتكلم معانا وقال لنا احنا المباراه الثانيه الاولى دي ما كناش موفقين فيها خالص، أي ولازم تتنسي بكل حاجه، حتى احنا لعيبه كلنا اتكلمنا مع بعض، وكابتن محمد رمضان وكابتن سامي وكابتن الشناوي كلنا يعني اتكلمنا، قالوا يا جماعه دي صفحه خلاص اتقفلت، بس احنا لازم نصالح الجمهور من البطوله ديت بكل حاجه. فالحمد لله طبعا يعني ربنا كرمنا ووفقنا وقدرنا نعمل كده، والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب، كانت بطوله مهمه لازم احنا نكسبها النهارده يعني الحمد لله. بمناسبة الكابتن محمد رمضان طبعا، انت عاصرت الكابتن محمد رمضان؟ شفته وهو بيلعب؟ ها؟ انا مواليد 92. ما شفتوش؟ شوفه ازاي؟ شاف فين؟ اقسم بالله فاتك كتير يا حسين، فاتك كتير. الحمد لله يعني الحمد لله انت طبعا طبعا قدام شخصية منضبطة جدا، قدام جدا لعيب كبير جدا جدا جدا، وعشان بس الناس اللي بتتكلم عن فروقات السن وكابتن محمد رمضان واللعيبه، فهو معانا لعيب من اللعيبه الكبار، كلمنا. والله طبعا كابتن محمد من الشخصيات المحترمه والشخصيات الكويسه جدا، من اول يوم جه وقال لك انا كل واحد ليه حق انا هديهوله، بس طبعا حق النادي لازم يبقى موجود، فطبعا دي حاجه كويسه جدا، وهو معانا كويس بيعامل الناس كلها كويس بصراحه وبيدي كل واحد حقه، فراجل شخصيه محترمه وربنا يكرمه ان شاء الله معانا ونقدر نفرح مع بعض ان شاء الله في البطولات الفتره الجايه باذن الله. جميل، العلاقة النهاردة بينكم وبين لعيبة نادي الزمالك كانت حاجة محترمة جدا في المباراة. طبعا طبعا، بس في الاول والاخر احنا كلنا اخوات وكلنا اصحاب، فمالهاش علاقة، محدش يعني يقدر يستفز حد ولا حاجة، في الاول والاخر دي كورة يعني. كان نفسكم كان مصطفى شلبي يبقى موجود ودونجا موجود وكل اللعيبة؟ أكيد طبعا أكيد طبعا أكيد طبعا يعني أكيد طبعا، ربنا معاهم إن شاء الله ويطلعهم بالسلامة وما يتبقاش على أي حد خالص يعني عامة يا رب. تحب تقول لهم كلمة في الوقت الصعب دوت؟ والله بقول لهم ربنا معاكم ويطلعكم السلامة ويرجعكم لأهلكم جميعا إن شاء الله سالمين نادمين إن شاء الله. طيب قول لي بقى ضربة الجزاء وانت داخل وانت عندك شد ومش قادر وكنت عمال تعمل اطالات وشايفينك وفاسينك. انا عندي مش شد واحد، عندي شدات كتير. والله الحمد لله، بس الحمد لله كنت انا داخل ومركز وسميت الله طبعا، وكنت خلاص يعني مختار ان انا اعمل ايه، وحتى حطيتها جامده، فالحمد لله يعني، فربنا كرمني ووفقني، فالحمد لله يعني كان ربنا معايا ده مساعدنا الحمد لله. حسين عندك مهمة تقيلة يوم الثلاث. طبعا التلات هتلاعب فريقك اللي انت كنت نجم الفريق العين. الحمد لله الحمد لله طبعا الحمد لله. فالمباراه دي بتعني ليك ايه؟ والله تعني ليا كتير طبعا يعني، تعني ليا كتير جدا طبعا يعني، انت زي ما قلت هو يعني فريق القديم، والحمد لله كنت بقى الحمد لله كان الجمهور قريب مني واللعيبه والناس كلها كانت بتحبني، فدي كانت الحمد لله نعمه من عند ربنا كبيره. ايوه الحمد لله طبعا يعني ربنا يكرمني ان شاء الله، ومن بكره نبدا نركز فيها خلاص، وان شاء الله اكون عندي طبعا توفيق ربنا بحسن ان انا ان شاء الله اركز فيها، وان شاء الله اسعد الجمهور، وان احنا ان شاء الله نسعد الجمهور في بطوله جديده، وربنا يكرمنا ان شاء الله تكون مباراه كويسه بين الاشقاء سواء العين والاهلي، ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله وتبقى حاجه تطلع كويسه وان شاء الله يعني. هتقول لي كهربا ايه؟ كهربا اخويا وحبيبي طبعا ان شاء الله، بقول له مستنيينك، وانت لعيب كبير وربنا يكرمك الفتره الجايه معانا ان شاء الله. اكرم جنبك؟ لا مش جنبي، لا قاعد قدام بعيد. طيب خلاص هنكلم اكرم تاني. ماشي يا حبيبي، شكرا يا كابتن مصر. حبيبي شكرا حبيبي والف مبروك يعني.